السلام عليكم طلاب الصف الأول وصف متميزين من شباش الأهلية، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. اليوم محاضرة نبدأ إن شاء الله بالكورس الثاني، الفصل الخامس، Regular Polygons and Interior, Exterior and Central Angles، المضلعات المنتظمة والزوايا الداخلية والخارجية والمركزية. Convex and Concave Polygons، المضلعات المحدبة والمقعرة. ملاحظات نويز، شو وقت عندي مضلعات محدبة وشو وقت مقعرة؟ Convex quadrilateral polygons because all points of its diagonals are inside the polygon. المضلع الرباعي يكون محدب لأنه جميع نقاط أقطاره تقع داخل المضلع. هذا القطر، هذا النقاط، وهذا القطر أيضا، شفتوا؟ هذا القطر وهذا القطر تقع داخل المضلع، فنقول على المضلع convex اللي هو محدب. متى يكون المضلع مقعر؟ concave hexagon polygon because it contains diagonal out of the polygon hexagon. المضلع السداسي يكون مقعر لاحتواء بعض أقطاره على نقاط تقع خارج المضلع. هذا المضلع عندنا النقاط ما تتقع خارج، هذا النقاط المضلع منا لهنا، وهذا النقطة المضلع أيضا أقطاره تقع خارج المضلع، فنقول عليه concave مقعر. Convex octagon polygon because the points of its diagonal are all inside the polygon. إذا المضلع يكون محدب لاحتواء كل أقطاره على النقاط تقع داخل المضلع. Convex concave، convex محدب، كونكيف مقعر. هسه نجي على الزوايا الداخلية والخارجية والمركزية. الزوايا أولا، الزوايا الداخلية interior angle، it is the angle confined angle between any two diagonal sides in the polygon. إذا الزوايا الداخلية هي الزوايا المحصورة بين أي ضلعين متجاورين في المضلع. It is the angle, confined angle between any two adjacent sides in the polygon. زوايا الداخلية هي الزاوية المحصورة، هاي زاوية داخلية محصورة بين هذا الضلع وهذا الضلع، هاي الزاوية محصورة بين هذا الضلع وهذا الضلع، وهكذا هاي زوايا الداخلية. الزوايا summation of interior angle in the polygon تساوي 180 في n ناقصا 2. مجموع قياسات الزاوية الداخلية summation مجموع of interior angle شي يساوينا قانون 180 درجة degree في n ناقصا 2، ال n هو عدد الأضلاع، number of sides. exterior angle الزوايا الخارجية، it is the angle confined between any sides in the polygon and the extension of the adjacent side to it. الزوايا الخارجية هي الزاوية المحصورة بين أي ضلع في المضلع وامتداد الضلع المجاور له، هذا الضلع وامتداد الضلع المجاور له، إذن هاي زوايا خارجية خارج المضلع، هاي الزاوية محصورة بين هذا الضلع وهذا الضلع تقع خارج المضلع. مجموع القياسات الزوايا الخارجية تساوي 360 درجة. نجي على الزوايا المركزية central angle، it is the angle whose convex is the convex central of the regular polygon and its opposite side in the opposite side is one of the sides of the regular polygon. Central angle is the regular polygon is equal to 360 تقسيم n. إذن الزاوية المركزية هي الزاوية التي رأسها مركز المضلع المنتظم والضلع المقابل لها، أحد أضلاع المضلع المنتظم. قياس الزاوية المركزية تساوي 360 تقسيم N. هاي الزاوية المركزية تمتد بالمركز إلى الضلع، هاي زاوية 1، زاوية 2، زاوية 3، زاوية 4، زاوية 5، بالنص هاي الزاوية المركزية. مجموع قياسات الزوايا المركزية تساوي 360 تقسيم N. نجي على الكتاب صفحة page 7، أمثلة example على الزوايا المركزية والزوايا الخارجية والزوايا الداخلية. هنا example رقم 2، find the measure، جد قياس of summation
of interior angles. جد مجر قياس مجموع الزوايا الداخلية regular hexagon. Write the rule, نكتب القانون 180 في n ناقص 2. احنا عندنا hexagon معناته السداسي، مضلع سداسي. إذا نطبق القانون 180 في 6 ناقص 2 ويساوي 180 في الهكساغون 6 عدد الأضلاع مالته. إذا 180 في 4 نضرب ننزل الصفر، 4 في 8 32، 4 في 1 4 و 3 7. إذا مجموع الزوايا الداخلية يساوي لنا 720 درجة. الاكزامبل الثاني، المثال الثاني، جد قياس الزوايا المركزية. Find the central angle of the polygon in example 2. Write the rule, نكتب القانون 360 تقسيم n. نحسب n عدد الأضلاع 1 2 3 4 5 6. إذا مجموع الزوايا الداخلية يساوي 360 تقسيم 6 ويساوي 60 درجة. عندنا المثال الآخر على الزوايا الخارجية، أوكتاغون. الأوكتاغون 8 أضلاع، 1 2 3 4 5 6 7 8. نطبق القانون 360 تقسيم 8 يطلع لنا مجموع الزوايا المركزية 45 درجة. نحل تمارين صفحة 8 بالكتاب. أول شيء نعطينا جدول. Complete the following table. أكمل الجدول التالي. Number of side، عدد الأضلاع. البوليجن، شنو نوع البوليجن؟ مضلع، مثلث، خماسي، سداسي. Summation of interior angles، ومجموع الزوايا الداخلية. أول شيء أنا شكل عندي كث أضلاع، إذا كث أضلاع شكله مثلث triangle. عدد مجموع الزوايا الداخلية في المثلث تساوي 180 درجة. Number of side، عندي عدد أضلاع 4. إذا كوادريلاترال يعني مضلع رباعي. مجموع الزوايا الداخلية في المضلع الرباعي في شكل الرباعي 360 درجة. عندي number of sides 5 سمي بنتاغون. إذا مجموع الزوايا الداخلية إن هنا 180 في n ناقص 2 ويساوي 180 في 5 ناقص 2 180 في 3. نضرب 3 في 8 24، 3 في 1 3 و 2 5 540 درجة. السؤال الثاني، which of the following polygon is concave and which is convex. concave مقعر محدب and convex مقعر. هنا الشكل الأول، هاي الأقطار مالت الشكل باعوا، نوصل الأقطار. إذا الأقطار تقع داخل مضلع inside the polygon نقول عليه convex. هذا حدب لأنه جميع النقاط أقطار داخل المضلع. هنا نفس الشيء، هذا هم هنا مضلع أقطاره تقع داخلية، إذا نقول عليه convex. هذا الشكل concave. ليش محدب؟ ليش ماما؟ لأنه أقطار تقع خارج المضلع outside the polygon. شوف القطر منها يبدأ خارج الشكل هذا concave. هذا تقع داخل، هذا مضلع داخلي، هذا مضلع، هذا القطر وهذا القطر convex. هذا الشكل concave، هذا قطر، هذا خارجي، هذه أقطاره خارجية concave، وهذا هم نفس الشيء أقطاره خارجية concave لأنه جميع أقطاره تقع خارج مضلع. السؤال الثاني، find the measurement of each interior angle. جد قياس كل زاوية داخلية للمضلع. أول شيء الشكل عندنا هبتاغون. الهبتاغون يعني سبعة أضلاع، 7 sides 7 vertex، سبعة رؤوس، 1 2 3 4 5 6 7. إذن أنا عندي قانون أريد مجموعهم. أمشي على القانون. الزوايا الداخلية 180 في n ناقص 2 ويساوي 180 في 7 ناقص 2 ويساوي 180 في 5. ننزل الصفر، 5 في 8 40، 5 في 1 5 و 4 9.
هذا أول شكل، يريد مجموع الزوايا، يريد قياس كل زاوية. إذا 900 تقسيم 7، 7 أضلاع 900 قسمة على 7 بها 1، 1 في 7 7 بها 2 نزل 20 كم 7 بها 2، 2 في 7 14 هذا 10 ناقص 4 6 وننزل الصفر 60 كم 7 بها 8، 8 في 7 56 إذا هذا 4 حط فارزة وصفر تقريبا 40 كم 7 بها 5 إذا مجموع كل زاوية 128.5 دقري. حطي واجب السؤال رقم 9 واجب السؤال رقم 10. هسه نجي 11 و12 و13 يريد مطينا العدد، مطينا عدد المجموع، مطينا مجموع الزوايا، مجموع قياس الزوايا، يريد عدد الأضلاع. هنا السؤال 11 و12 و13 يريد عدد الأضلاع. Which polygon has a total interior angles of؟ أول واحد رقم 11 عندي 540 درجة. نقول القانون 180 في n ناقصا 2 يساوي، مجموعهم يساوي 540. إذا نقسم الطرفين على 180 على 180، هاي راحت 180 و180، الصفر راح ويا الصفر. إذا صار عندي n ناقص 2 يساوي، نقسم قسمة طويلة 54 على 18 بها 3. إذا أودي السالب 2 يم 3، المجاهيل في جهة والمعانين في الجهة الثانية، وعند النقل تتغير الإشارة. سالبة من أنقل الاثنين يم 3 تصير موجبة، إذا n يساوي لي 5. رقم 12 أيضا نكتب القانون 180 في n ناقص 2 مجموعة مطين 1260. أيضا نقسم الطرفين على 180، راحت 180 هنا والصفر راح ويا الصفر. إذا n ناقص 2 يساوي، نقسم قسمة طويلة 126 على 18 بها 6 12 كم واحد بها 7، 7 في 8 56، 7 في 1 7 و5 بها 12. إذا نودي السالب 2 يم 7 ننقلها، مجاهيل في جهة والمعادل في الجهة الثانية، إذا n تساوي لي 9 عدد الأضلاع. حنطي واجب رقم 13 بالبيت. نجي هنا What's the measurement of the central angle of the regular polygon in the following pentagon؟ هذا الموضوع نخليه على المحاضرة الجاية إن شاء الله. هسه الواجب البيتي اللي عندكم سؤال 10 و9 و12 و13.